تم التأكيد خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العالمي للمجلس الدولي للمطارات المنظم تحت شعار كل شيء ممكن نحو اكتشاف الفرص في عالم متغير، على أن التحديات المستقبلية للنقل الجوي العالمي تفرض تكثيف وتوطيد التعاون المشترك قصد الحد من أثر الطيران المدني على التغيرات المناخية ومواكبة التطورات التكنولوجية المستقبلية. اختيار ديال مراكش لهذه الجمعيه باش تعمل الجمع العام ديالها وتنظم واحد العدد ديال يعني المباحثات تيدل على الاهميه اللي تيوليها المغرب لقطاع الطيران المدني، وتيدل ايضا على يعني الموقع ديال المغرب كرائد في القارة الإفريقية وفاعل مهم دوليا في هذا المجال. ويعرف المؤتمر العالمي للمجلس الدولي للمطارات مشاركة 600 من أصحاب القرار ومدراء المطارات وصناعيين ومسؤولين في الطيران المدني بإفريقيا والعالم وأعضاء منظمات دولية. مؤتمر هذا اليوم الذي يعقد على مدى يومين يعرف مشاركة فاعلين من جميع أنحاء العالم لمناقشة عدة مواضيع، منها على الخصوص التحديات المناخ وتحدي التحول الرقمي والأمن السيبراني. وعلى هامش هذا الحدث سيتم تنظيم مجموعة من الاجتماعات وجلسات العمل، منها على الخصوص الجمعية العامة للمجلس الدولي للمطارات العالم ومجالس الإدارة للمجلس الدولي للمطارات العالم والمجلس الدولي للمطارات إفريقيا واجتماعات المجموعات الإقليمية وكذا تكوينات لفائدة المشاركين.